الرئيس السيسي يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. الصين تحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوافدين المصابين إلى نحو 700 مصاب. وكوريا الشمالية تقول إنها اختبرت بنجاح صاروخ ضخم طويل المدى. الخامسة صباحا في القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي أيضا بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية بالجمهورية على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام عن خروج 11 مصريا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة، لافتا إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس جميعهم من المصريين، فضلا عن وفاة 4 حالات للمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عاما و 84 عاما، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها و40 حالة وفاة. زار الرئيس الصيني تشي جين بينغ مقاطعة تشينغ يانغ الصينية شرقي البلاد لأول مرة منذ التعافي من فيروس كورونا. وتابع الرئيس الصيني عودة العمل في المصانع، داعيا الشركات الصينية إلى استئناف العمل والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار الجهود للسيطرة على الفيروس، مبينا أن حكومته ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة على الفور لحمايتها من تأثير كورونا. إلى ذلك، حذر متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين من أن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا أثار احتمال تعرض البلاد لموجة تفشي ثانية في وقت توقف فيه انتقال العدوى محليا. وقال المتحدث أن الصين سجلت عددا تراكميا من الحالات المصابة القادمة من خارج البلاد بلغ 693 حالة، ربعهم تقريبا لوافدين في بكين، وهو ما يجعلها تتحمل القدر الأكبر من المخاطر. During the epidemic, we have stepped up our efforts to clear up the debts from the SMEs. So the first 2 months, we have paid 18.1 billion overdue debts to private and SMEs, forcing to ensure the stability of civil affairs. We have been encouraging 实施中小企业数字化赋能专项行动，助力企业。هذا وسجلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 45 حالة في اليوم السابق. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين المصابين حالة محلية وحيدة، فيما تم تسجيل 4 وفيات جديدة. وبهذه البيانات يرتفع حصيلة الوفيات في الصين إلى 3304 حالات، بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 81470 شخصا. و
وإلى كوريا الجنوبية التي سجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 9661 حالة. وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنه تم تسجيل 6 وفيات يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 158 حالة، بينما تعافى 195 شخصا جديدا من الفيروس. أكدت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربعة وفيات جديدة في 24 ساعة الماضية. وبحسب البيانات الجديدة في المكسيك، فقد وصل إجمالي الإصابات إلى 993 حالة و20 حالة وفاة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة إذا استطاعت تثبيت عدد الوفيات بفيروس كورونا عند رقم يتراوح بين 100,000 و 200,000 بدلا من العدد المتوقع الذي يقدر بمليوني و 200,000 وفاة، فسيكون إنجازا عظيما. وأكد خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين بالتزامن مع عيد الفصح، محذرا من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على تمديد فترة العمل بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس حتى نهاية أبريل القادم. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيبقى في الحجر الصحي حاليا على الرغم من تعافي زوجته من إصابتها بفيروس كورونا. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه سيواصل العمل من الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه يتابع التنسيق والإجراءات الضرورية التي تقوم بها الحكومة الكندية لمحاولة احتواء انتشار الفيروس، مشددا على أنه يتبع توصيات الاختصاصيين في مجال الصحة، داعيا مواطنيه أيضا إلى الالتزام بها. قالت الشركة المسؤولة عن تسيير السفينة السياحية العالقة قبالة بنما في أمريكا الوسطى إنها ما زالت تبحث عن ميناء للسماح لركابها بالنزول. وأكد مسؤولون أن ولاية فلوريدا التي كانت الوجهة المقصودة للسفينة رفضت استقبال الركاب الذين يبلغ عددهم 1800 شخص بعدما توفي منهم 4 أشخاص بفيروس كورونا. يشار إلى أن السفينة عالقة في المحيط الهادي منذ أسبوعين، حيث لم يسمح لها الرسو في أي ميناء بعدما تم السماح لها بالعبور من المحيط الهادي إلى الجانب الكاريبي لأسباب إنسانية. تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 2600 شخص، وذلك بعد تسجيل 292 وفاة جديدة، كما تخطت حالة الإصابة بالفيروس في فرنسا 40,000. هذا وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا لتتخطى حاجز 97,000 حالة، كما تم تسجيل 756 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات في إيطاليا 10,779 شخصا. وبهذه الأرقام يكون قد تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، لكن لا يزال من شبه المؤكد أن تشهد البلاد تمديد الإجراءات الاحتوائية الصارمة المفروضة. وإلى بريطانيا، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا ل 1228 حالة بعد تسجيل 209 حالات جديدة. هذا وكشفت مصادر بريطانية أن الحكومة طلبت 10,000 جهاز تنفس صناعي يصنعها ائتلاف شركات في إطار جهودها لمكافحة الفيروس. وتعمل الحكومة البريطانية على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال اتفاقات أبرمت مع القطاع الخاص وموردين في الخارج، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي. في شأن آخر، اختبرت كوريا الشمالية قاذفة صواريخ متعددة ضخمة بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت صحيفة رسمية في كوريا الشمالية أن الاختبار كان يهدف إلى التحقق مجددا من الخصائص التكتيكية والفنية لقاذفات صواريخ متعددة، حيث تم إطلاق النار بنجاح. وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن جارتها الشمالية أطلقت ما بدا أنهما صاروخين باليستين قصيري المدى. نهاية موجز الخامسة، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.